خلي في اوبه جنبه ولا في رعايه ولا في عفه المرض والله احنا ضحايا من هالام هذا ارفع ايدك ارفع ما شاء الله بس بس يحكي عبره من الدكتور ماجد دكاتره هاي زيها علي وعبرة. كان طفل طبيعي جدا كان عمره 11 سنه لما اصيب بحمى شوكيه وما خدش العلاج المناسب له فأصيب فقدان السمع وأخذنا تحويل وطلعنا على مستشفى الإسكندرية في مصر زرع له قوقعة عبد العزيز بلال وكانت قوقعة قديمة جدا وجينا فيه هنا وما استجابش للقوقعة وأجا رحمة من رب العالمين الدكتور مازن الهاجري الله يطول في عمره رحمة لكل أهل غزة أجا زرع لنا القوقعة وإن شاء رب العالمين يكون يسمع علي فيها إن شاء الله شكر لأهل الإمارات كل هيتها للدكتور مازن وكل أهل الإمارات وكل أهل الخليج الله يبارك فيهم كلهم ومركز الهلال الخليجي سمو الشيخ حمدان بن زايد سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يبارك فيهم كلهم ويجعلهم ذخرا للأمة العربية.